متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم حالة الطقس المتوقع الليلة القادمة في الرياض ويوم الغد في باقي مناطق المملكة. أجواء مستقرة في العاصمة الرياض مع صغرى بتوقع بحدود 18 درجة مئوية، نسب رطوبة متدنية إلى متوسطة إجمالا بحدود 40 أو 50% مع رياح معتدلة السرعة. توقعات القطاع الشمالي من المملكة توقعات بأن يطرأ نشاط على الرياح في تلك المناطق نظرا لتأثر مناطق بلاد الشام المجاورة بمنخفض جوي واضطراب جوي جديد، وبالتالي توقعات بارتفاع الحارة في سكاكة لتصل إلى حدود 30 درجة مئوية وبدأ نشاط للرياح في المناطق الغربية من القطاع الشمالي. توقعات القطاع الغربي في المملكة لا تزال الأجواء فيها مستقرة إجمالا عظمى، متوقع في جدة 29 درجة مئوية، رياح نشطة في المدينة المنورة مع إثارة محتملة للغبار والأتربة مع عظمى في بداية الثلاثينات درجة مئوية، كذلك الحال في مكة المكرمة في حين تكون في منتصف العشرينات درجة مئوية في منطقة الطائف. توقعات القطاع الجبلي الجنوب الغربي كما تحدثنا مرارا نشوء أحوال جوية غير مستقرة بمشيئة الله تعالى، وتوقع ازدياد حدتها في نهاية الأسبوع الجاري، هنالك فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار فوق العديد من تلك المناطق مع عظمى متوقعة في بداية العشرينيات درجة مئوية تلامس حاجز 30 درجة مئوية في جازان على سواحل البحر الأحمر. توقعات القطاع الشرقي من المملكة أجواء مستقرة في هذه المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى حدود 30 درجة مئوية أو أكثر في منطقة الإحساء على سبيل المثال. نختتم معكم توقعات المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، توقعات بأن تصل العظمى في الرياض إلى 29 درجة مئوية، تكون في بريدة تقريبا مشابهة، كذلك الأمر في حائل مع ارتفاع في الحارة وحدوث نشاط تدريجي على الرياح وإثارة الغبار والأتربة، وتوقعات مع ساعات مساء يوم الغد بمشيئة الله أن تسقط فيها الأمطار ما بين زخات خفيفة إلى متوسط الشدة نظرا لتأثرها بأحوال جوية غير مستقرة بمشيئة الله تعالى. كان كل ذلك حتى اللحظة، إلى اللقاء.